قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. حاليا دائما قدم مدرب مولودية العلمة جيل أكورسي استقالته رسميا من تدريب الفريق على خلفية النتائج السلبية المحققة مؤخرا، وأيضا غضب الأنصار الذين اقتحموا ملعب مسعود زوجار عشية اليوم ومنعوا اللاعبين من إجراء الحصة التدريبية. هذا وأكد رئيس الفريق عراس هرادة للنهار بأن المدرب الفرنسي غادر الفريق وأن الإدارة ستسعى لإقناعه بالعدول عن قراره. يذكر أن الوبية تواجه شبح السقوط وهي التي تحتل الصف الرابع عشر برصيد 35 نقطة. لتصلك آخر مستجداتنا اشترك معنا عبر صفحتنا الرسمية.